يا ابن عذاب ترى المرض دقني بويا المرض المرض دقني خلاص هذا بعد ينتحر احسن له ايه هم مريض نعم وهم انقطع راتبه كان مو حكي يعني انا ما اروح اشتري مفصل ما اشتري خيار طماطم ما يصير صح لولا قصة صالح عبد الله حبيب أيه. تعين بالبلدية من فترة تعين إجور يومي بعدين صار عقد بأثناء الإجور اليومي اشتغل بدلكتر تدري بعدها يعني خلينا نقول بين قوسين احنا نسميه الحيمي فالمسكين وقع من الدلكتر من وقع من الدلكتر تأذى صار عنده خلل بالحوض راجعت مستشفيات هواية يقولوا لي ماكو بالحكومة انتظري 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 وهاي صار لي بالعشر سنوات انتظر وكل شيء ماكو اخذ مسكن امشي ماكو مسكن هاي قعدت وألم وثقيلات الى درجة ثقيلات يعني تقول كل رجل شارت لنا فد اربع بلوكات من الألم مالتهن امم يكون خاطرك الله طيب في دول عمرك والمفصلين ذن اثنيناتهن عليك الله يحفظك وترجعين بإذن الله تمشين نعطيك مننا احنا شايلينك ترجع ويانا تمشي يا الله بإذن الله ترجع ويانا تمشي ولا تشيل هم الكل شيء لا مصاريف ولا أشياء ولا دواء ولا كل الأمور أنا أخوك ويمك ويكون خاطرك الله طيب والله والنعم شلون صحتك؟ زين زينة؟ اي الأمور طيبة إن شاء الله؟ إن شاء الله يا رب أنت طيب والله يا حبيبي أشكركم أشكادير في دول قلبك رجعت الشغلي ورجعت لعائلتي والحمد لله شكر الله أخذوني المستشفى بدلوا لي مفاصل اثنين مال ركباتي اثنين وهسه فضل الله قمت أطلع أروح أجي رجعت الدوامي أمشي أتحرك ثقتي بنفسي رجعت الحمد لله والشكر